سافيتا سافيتا، لك شو عملتي؟ ها؟ ليش كبيتي الأكل على الأرض؟ انتي جنيتي ولا شو؟ خليك ساكت خليك ساكت أحسن. شو مفكر؟ فكر جنيت؟ لا أنا متذكرة كل شيء. مازن قال لي إنه بده يجي مشان يتعشى اليوم عندي، هو أكد هالحكي. أنا بتذكر منيح شو حكى. رحت عالسوق وجبت كل شيء بحبه معي ورجعت لحضر له إياه، وإنت عملتني مسخرة وزعشتني. أنا بتذكر كل شيء، معناتها كيف بتقول عني مجنونة؟ ما فيني أنسى. ليش أنت دايما بتصف مع كنتك؟ ولك أنت ما بتعرف مازن بيحبني، وهو كان جاي اليوم من شاني. أنا بعرف، بس هديك الساحرة منعته لهيك هو ما إجا، صدقت ولا لا؟ إذا بدك تصف معه ضدي معناتها روح عيش معه. يلا امشي امشي من هالبيت. كيف بدي اشرح لك؟ انا زعلانه لانه ابننا مازن ما انه معك اليوم، وهذا يا ستي من وراكي من ورا تصرفاتك. انا امه يلي ربته لحتى كبر، شو مالي حق عليه؟ غلطتي الوحيده اني بحب ابني. لك شو هالجريمه يلي ارتكبتها اذا قلت له يجي يعيش معي بهالبيت؟ شو هاي جريمه يعني؟ لازم تفهمي كتير منيح سافيتا، إذا ما بدك تمسكي حالك أكتر وقتها حتى هالناس القلال اللي حواليكي كلياتهم رح يتركوكي. حتى نجهنم، أنا ماني محتاجة حدا. أنا هلأ عايشة بدون ابني اللي أنا تعبت عليه، وفيني كمان عايش بدونك وبدون أي حدا تاني. ما رح يهمني حدا. لك روح نلع من هون، ما بدي شوفك. بتدوم المحبة مزبوط؟ وأنا هيك عم قول لحالي، حتى قلت للكل رح نعيدها، يمكن لمتنا هيك كل فترة كتير حلوة. جو البيت بيصير أحلى والواحد باله بيهدى وقت بيشوف الكل. على مين عم تدوري؟ كأنه فايشاليا ما مبينة. شايفة صحتك متحسنة ما شاء الله، مشان هيك عم فكر فايشو ترجع معي. وإمتى ما بدك بتجي لعندك؟ إيه أكيد. فايشو فايشو تعي لهون. إيه ماما. حماتك ودرويش رايحين وبدهم ياكي تروحي معهم على البيت. بس ماما في كتير شغل جوا، لهيك عم فكر انه ابقى شوي. حبيبتي شغل البيت على طول هيك، هلا انا ومانو منكمل. انتي روحي معهم. ايه يلا فايشاليا امشي، اذا حبيتي انك تجي لهون مره تانية انا بوصلك. طيب ماشي أنا جاي معكم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.